وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكآمة عند التحدي. أهلا بكم في برنامج مصر التي لا نعرفها. طبعا كلمة غريبة، مصر التي لا نعرفها. فعلا احنا ما نعرفهاش، نحن لا نعرف مصر أو تاريخها أو حضارتها أو مجدها، لأن لو عرفنا مصر لا نقول أبدا مصر عربية، لو عرفنا مصر لا نقول أبدا دز في مصر. وعرفنا مصر وعرفنا مصر لا نحلم أن تكون مصر ولاية من الولايات العربية المتحدة. لا نرفع علم دولة عربية على إحدى محافظات مصر، نطلب ولا نطلب أن تكون هنا ولاية عربية أو إمارة عربية. لا نطلب رئيسا من ماليزيا أو الصومال أو الماو ماو عوضا عن مصري أصيل يدين بالمسيحية. لو عرفنا مصر كنا درسنا تاريخها وافتخرنا بوطننا وعمقنا مصريتنا بدل أن نتشدق بعروبة زائفة ونغاري في تاريخ أمم ليست مصرية. لو عرفنا مصر لجعلنا الوطن يسكن فينا، نتغنى به، نسعى لبنيانه وسلامة شعبه. لو عرفنا مصر وثقافتها لما أقدمنا على قتل إخوة لنا أبرياء وحرق كنائسهم وتدمير بيوتهم وهكذا. كان بقى لما الإنسان المصري يموت كان المصريين بيتخيلوا انه في محكمة اسمها المحكمة الأزورية او المحكمة الإلهية، وكان يعرض عليه 42 سؤال، ومن ضمن الأسئلة انه لم يكذب. تخيلوا لم يكذب، يعني حتى وصلت الكذب، كلمة الكذب في الأسئلة التي توجه الى روح الميت ولم يظلم. لو احترمنا مصر ولو عرفنا مصر كنا نحترم آثارنا التي تجلب علينا الأموال الطائرة. بيقول الأستاذ أحمد عبد الماضي حجازي إن رغيف العيش اللي بناكله مدعم بأموال السياحة، ولا نحكم أبدا. لو عرفنا مصر ما نحكمش على أجدادنا إنهم كفرة وثنيين صنميين. في مرة قريت تعليق في جريدة من الجرائد الإلكترونية أنه بياخدوا استفتاء بعد موضوع طالبان وهدم بوزة، فقالوا توافقوا على هدم الآثار المصرية بما فيها الأهرام وأبو الهول؟ 25% من المصريين قالوا نعم. نبقى نقول دول مصريين؟ مش ممكن يكونوا مصريين. المصري اللي هو بيحب مصر، مش اللي اتولد في مصر بس، اللي بيخلص لمصر وبيحب مصر. عشان كده سمينا برنامجنا، ومع الاعتذار لاخويا الكبير الاستاذ الدكتور وسيم السيسي، لأنه ده عنوان أحد كتبه الجميلة جدا، مصر التي لا نعرفها. سمينا البرنامج ده هو لأن إحنا عايزين نوعي الناس عن مصر، نعرف الناس عن مصر، لأن لو عرفوا مصر هتتحل مشاكل كتيرة. معنا اليوم يا سادة ثلاثة شخصيات مصرية أصيلة رائعة
اضطررت لاستدعائهم واستدعاء أرواحهم من قديم الزمان لإصلاح شأن مصر في هذا الأوان، بعد أن تعثرت خطواتها وفقدت طريقها وتفككت أوصالها بتيارات دموية حافلة بالسواد. جاءوا جرجرات مدفوعين من آسيا من السعودية ليقضوا على الحابل والنابل ويفنوا الأخضر واليابس. وللأسف بمباركة الجيش والحكومة الحالية الذين تواطؤوا معهم فتباطؤوا في اتخاذ القرارات المناسبة لم يتصدوا لهم. اختلطت المفاهيم، لا نعرف من الجنرال ومن الشيخ، مش عارفين. الأخير اللي هو الشيخ يتكلم باسم الجيش والجيش يطلب مشورة الشيوخ، ولا عجب في ذلك، فإنه لأنه منهم وبهم ولهم العون والسند. ماذا نقول يا سادة؟ هل رأيتم أو شاهدتم أو سمعتم أو قرأتم مثل هذه الأمور في التاريخ في الماضي أو الحاضر؟ للأسف مصر العظيمة، مصر الخالدة، مصر أول بلد وضعت التاريخ، صنعت الحضارة للعالم كله، عرفت العالم كل شيء في الحضارة المصرية. للأسف الناس برا في الدول الأجنبية في أمريكا وبلاد المهجر وأوروبا يهتموا بمصر بتاريخ مصر، لكن إحنا مش عارفين حاجة في مصر. بيدرسونا تاريخ غلط وتاريخ هامشي، والتاريخ الأصلي شوفونيتنا للعرب. طب هيطلع الولد أو الطفل أو البنت إيه؟ كره مصر. واللي أكتر من كده الإعلام، إعلام فاسد. ولما تتكلم عن الإعلام حدث ولا حرج، فهم يقلبون الحقائق ويلومون الأخبار، يأسسون الظلم، يتكلمون بالكذب ويكتبون الضلال. إعلام مسيس متأسلف من السلفية ومتأسفل من السفالة، وهم الذين يهدمون الوطن بأقلامهم المقصوفة ويتآمرون عليه بالرشوة والفساد، يحولون الضحية إلى جاني حتى لو فارق الحياة، ويجعلون الظالم مظلوم ولو شهد بظلمه. أجراء والأجير لا يبالي. أما الحالمون الهادمون المستعربون السلفيون منهم والإخوان إخوان الخراب، فلهم يوم قريب وستكون يد العالم كله تمتد عليهم ليفنوهم ويسحقوهم ويزرون أجسادهم كالرماد، فقد حظوا بكراهية الجميع بكراهية العالم كله. يا سادة استحضرت اليوم روح أم حب العظيم إله الطب ليعالج أمراض نفوسنا وجسم الوطن المترهل، فتقمص في شخص دكتور وسيم السيسي الطبيب القدير وأستاذ المسالك البولية ليفك احتباس مياه الحقد والكراهية، وهو أيضا عاشق مصر. فأهلا وسهلا بك يا أم حوطب العظيم. أسمعك يا دكتور. أهلا أهلا بك. واستلهمت روح ماعت ربة الحق والعدل لتتقمص المهندسة فاطمة نعود الكاتبة والشاعرة والمدرجمة التي يعلو دائما صوتها بشجاعة وجرأة، تفضح الظلم
تكشف الأكاذيب وتحقق الحق وتعلن مصرية مصر الخالدة. أهلا وسهلا بك يا ماعة الرائعة، مش معانا؟ هننتظرها على كل حال. واحد جن معانا؟ أنا عايز الثلاثة. واستحضرت روح أحمس طارة الهكسوس المخربين والمدمرين القادمون من آسيا أيضا لتتقمص الأستاذ أيمن عبد الرسول ليقوم بدوره بطرد الأفكار الهكسوسية الوهابية السلفية الإخوانية القادمون من قارة آسيا بقلمه الذهبي وكتاباته الماسية كأسة جسور، وهو المصري جدا كما يقول. فأهلا وسهلا بك يا أحمس. عنوان البرنامج اختاروا لينا الدكتور وسيم السيسي، والعنوان باسم هل نحن شعب واحد من الناحية التاريخية والجغرافية والسياسية والبيولوجية والجينات أيضا، وهل تتطابق هذه النواحي مع الشعب المصري القديم؟ ليس معنا فقط، لا أنا مش عايز نربطها إحنا المسيحيين والمسلمين، لا المسيحيين والمسلمين مع المصريين القدامى. وأنا قبل ما أتكلم مع الدكتور وسيم السيسي علشان يجيبنا بإجاباته العظيمة يخرج الجدد والعطقاء لنا، أنا هسمع سعادتك وأسمع الشعب بعض مقتطفات من الزمن الجميل، زمن ما قبل ثورة العسكر. بيقول الزعيم العظيم سعد زغلول: لولا وطنية الأقباط لتقبلوا دعوة الأجنبي لحمايتهم، وكانوا يفوزون بالجاه والمناصب بدل النفي والسجن والاعتقال، ولكنهم فضلوا أن يكونوا مصريين معذبين محرومين من المناصب والجاه والمصالح، ويساقون للضرب ويذوقون الموت والظلم. كأنه عنده شفافية، كأنه بتنبع الأيام دي على أن يكونوا محميين بأعدائهم وأعداء الوطن. وأمر آخر لمكرم عبيد، ليه قول مأثور جميل عايز أقوله. فبعد أن عاد من المنفى في سيشل بجزيرة سيلان هو وزملائه، وقف مكرم عبيد في شارع شبرا بعد أن التف شعب مصر بأكمله بمسلميه وأقباطه يهتفون له ومهللين برجوعه من المنفى. وقف مكرم يلقي خطبة عصماء يقول فيها: يقولون أقباط ومسلمون، بل هم مصريون ومصريون، وآباء وأمهات وبنون، أو قولوا لهم إخوة لأنهم يدينون بدين مصر، وأشقاء لأن أمهم مصر وأباهم سعد زغلول. اهتزت بريطانيا من هول الثورات العارمة اللي قادها الزعيم سعد زغلول وكل أصحابه ورفاقه، فما لقاش فرصة إنه يثبت رجليه، ففكر بنوع من الحيرة الرديئة إنه يتحايل على الوضع ويروح للبابا كيرلس الخامس ويطلب منه إنه يفرض الحماية على الأقباط بصفتهم أقلية. اسمعوا البابا كيرلس يقول له إيه. بيقول للمندوب السامي اللي هو كان بيخوف مصر، اللي كان بيحكم مصر، بيقول له: يا ولدي، إن الأقباط والمسلمين منذ أقدم العصور يعيشون جنبا إلى جنب، ففي البيت الواحد يتعايشون معا، وفي المصلحة الواحدة يجلسون إلى مكاتب مشتركة، وفي غرفة واحدة يأكلون من أرض طيبة واحدة،
ويشربون من نيل واحد، يتلاحمون في كل ظروف الحياة، في السراء معا وفي الضراء معا، وأن يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يستغنوا بعضهم عن بعض، ولن نطلب حماية نحن الأقباط إلا من الله ومن عرش مصر. وتأكل عرش مصر يعني من مصر، من الحكومة المصرية، من السلطات المصرية. أخيرا اللورد كرومر اللي هو برضو المندوب السامي اللي كان بيحكم مصر، انجلترا حكومة انجلترا طلبت منه تقرير عن البلد، عن المسيحيين والمسلمين، فكان رده بيقول لا فرق بين المصريين سوى أن الشيخ يرتدي عمامة بيضاء والقسيس يرتدي عمامة سوداء، وأن المسلمين يذهبون للمسجد يوم الجمعة والمسيحيون يذهبون للكنيسة يوم الأحد، ولا يمكن التفرقة بينهم. دكتورنا العظيم أرجو أن نسمعك في هذا الأمر وفي هذا الموضوع الأكثر من أهمية. اتفضل يا دكتور. الحقيقة يعني أنا سعدت بالمقدمة الجميلة الوافية دهيا، وفيها استعراض جميل للتاريخ، ويعني بداية أنا عاوز أقول أن ما نحن فيه من بؤس وشقاء وخراب سببه حاجتين. الحاجة الأولانية هو ضعف جهاز المناعة الداخلي اللي احنا نقدر نسميه ايدز داخلي. الحمد لله هي ما وصلتش الى درجة الايدز، انما يعني بداية من 52 على وجه العموم، وبداية من 81 على وجه الخصوص اللي هو 30 سنة اللي فاتت، قوة شريرة من الداخل ومن الخارج عملت على تفرقة هذا الشعب. والشيء المؤسف ان القوة اللي من الخارج معروف يعني على رأسها اسرائيل، وده مش كلام مرسل، انما يكفي ان نقرأ ما كتبه أودينون المفكر الاسرائيلي من 20 سنة فاتت. قال ان قوة اسرائيل ليست في سلاحها النووي، لأنه سلاح يحمل في طياته موانع استخدامه، ولكن قوة إسرائيل إنما هي في تفتيت الدول الكبرى الثلاث التي حولها، مصر، العراق، إيران، إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية. ويستطرد أودينون قائلا ونجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على غباء الطرف الآخر اللي هم احنا. ويؤكد هذا الكلام أيضا عموس يدلين من 3-4 أشهر فاتت، وهم عاملين حفل أنه وصل لسن المعاش، وهو رئيس المخابرات الإسرائيلية أمن، ويقول نجحنا في تفتيت مصر إلى دويلات متناحرة، ويؤكد الكلام بتاع أودينون. طيب أضف إلى هذا بعض الدول الشريرة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، لأنها قائمة على فرق تسد، وهي باستمرار وراء الرئيس يعني لهذه البلاد أن يكون عسكريا أو دينيا، لأنه يسهل التفاهم ويسهل الاتفاق مع رجل واحد ولا يسهل التعامل مع برلمان. وكلنا يذكر إزاي الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تمر المجال الجوي التركي، ولكن البرلمان التركي تصدى لها ولم يسمح بمرور طائرات الأمريكية إلى العراق خلال المجال الجوي التركي. فهي دائما تشجع الحكم العسكري أو الحكم الديني حتى يسهل التفاهم نمرة واحد، وحتى تنهار هذه الدول
وتتخلف وتصبح في حاجة إلى هذه الدول الكبرى وهي أمريكا وإنجلترا. وكلنا يذكر الشعار الذي كان في سنة 45 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا الشعار كان في أمريكا: شحموا الآلات جيدا، فأمامنا سوق عظيمة في الصين. ولكن الصين كانت ناصحة قوي، قفلت في وش أمريكا الباب وما سمحتش حتى بإزازة كوكاكولا تدخل عندها. المهم، نحن نعرف أن زي ما احنا شايفين، سواء فرق تسود الاستعمار الخارجي اللي هو أصبح دلوقتي فكري اقتصادي سميه زي ما تسميه، إنما الذين يعملون من الداخل بقى، دول بقى عاملين زي الإيدز بقى، اللي هم فتتوا جهاز المناعة في داخل مصر. خد مثلا على سبيل المثال التعليم، يعني 52 جت وكان عدد المعاهد الأزهرية 8، النهاردة 1800، وما فيش مانع ان شاء الله يبقوا 1800 ألف. إنما الفكرة إن هم ما بيطلعوش أولاد يستطيعون أن يتعاملوا مع أشقائهم في الوطن ولا مع يعني إخوتهم في الإنسانية في العالم كله. بيطلعوا فكر أحادي، هم على صواب والباقين على خطأ، ومن هنا المأساة الكبرى. لو أضفنا إلى هذا بقى تعليم ألماني على تعليم إنجليزي على تعليم فرنساوي على جامعة أسترالية، على يعني بلد بقت بزراميط كلها من الأول آخر. ولو خدنا تجربة فنلندا على سبيل المثال، لغاية سن 10 سنوات تعليم موحد للكبير والصغير، للفقير والغني والأغنى، وبعد كده كل واحد يبتدي يتجه الاتجاه اللي هو عاوزه. فهناك عوامل كثيرة عملت على مصر الجميلة الحلوة اللي حضرتك أشرت على سعد باشا زغلول. سعد باشا زغلول يكفي أن غاندي قال له إن مصر أستاذة للهند في الوحدة الوطنية. صور بقى في عهد سعد كانت مصر أستاذة للهند في الوحدة الوطنية. النهاردة شوف الهند شكلها إيه وشوف مصر شكلها إيه. الهند جامعتها داخلة ضمن 500 جامعة المتميزة على وجه العالم كله، ومصر 4160 ده رقمها بالنسبة للجامعات التي انهارت. فبكل أسف إن اللي مسكوا مقاليد الأمور عملوا على تفتيت هذا الشعب، وخصوصا ويكفي أن احنا هنروح بعيد ليه، ما هو العدل هو اللي في مزرعة طورة أصاب الاتهام بتشير إليه أنه وراء تفجير كنيسة القديسين. تمام. والغباوة الشديدة من هؤلاء المسؤولين عن مقاليد الأمور، ما مش قادرين يفهموا أن لما المسلم ينقلب على المسيحي سينقلب عليه هو في يوم من الأيام، لأن ميزان العدالة انكسر. الأستاذ الجامعي الذي يفرق بين المسلم والمسيحي، الأستاذ الجامعي اللي كتب في تقرير مجدي يعقوب لا يصلح أن يكون جراحا فأصبح الجراح الأول في الكرة الأرضية، هذا الأستاذ الجامعي قصير النظر لا يعرف أن ميزان العدالة انكسر بين المسلم والمسيحي، فهو أيضا انكسر بين المسلم ابن الأستاذ والمسلم اللي أبوه رجل عادي. وقد يكون المسلم اللي أبوه رجل عادي أكفأ من ابن هذا الأستاذ، وحين يكون المعيار هو المواطنة بما كان قبل الدولة الحديثة تنهار الشعوب. قبل الدولة الحديثة كان معيار المواطنة بحاجة من 4: العرق، تركي ولا خرسيس فلاح مصري، الدين، مسلم ولا كافر من ديانة أخرى، القرب من الحاكم سواء قرابة بالدم أو قرابة بالعمل، الحاجة الرابعة غني ولا فقير. دخلت الدولة الحديثة بمفهومها الرائع والعظيم بعد الحملة الفرنسية، وهي بحادثة الميلاد. حادثة الميلاد، أنت ولدت على أرض هذا الوطن،
لك كل الحقوق وعليك نفس الواجبات التي لأي إنسان آخر ولد على هذه الأرض، بغض النظر عن العرق، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن القرب من الحاكم، بغض النظر عن القوة المالية. ويكفي أن أعظم الدساتير، ودي بشهادة علماء الدستور المصريين، أعظم الدساتير هو الدستور الأمريكي الذي كان وراءه توماس جيفرسون. نجد في فقرة من فقراته: نحن لا يهمنا لونك ولا يهمنا دينك، يهمنا أن تعطي هذا البلد أفضل ما عندك، وسيعطيك هذا البلد أفضل ما عنده. وفي المذكرة التفسيرية لتوماس جيفرسون يعلنها صراحة: ما الذي يعنيني إذا كنت تعبد إلها أم تعبد حمارا؟ كده أنا يهمني إيه؟ أنا يهمني أنت هتقدم للبلد دي إيه؟ فمفهوم المواطنة مضطرب اضطراب شديد جدا، وكأننا ما قبل الدولة الحديثة أصبح فعلا المواطنة دلوقتي. حتى لغاية دلوقتي ما تقوليش العرق كلنا مصريين، ده احنا أما حادثة بتحصل والناس تصرخ وتصوت، السؤال هو فيها أجانب ولا ما فيهاش؟ أيوة. ويكفي دليلا على ذلك محاولة حرق معبد يهودي في مصر، الولد خد 5 سنين سجن، وكنايس تتحرق، ودان تتقطع، وأضرحة تتدمر، وما نسمع عن واحد يتحاسب ولا يتحاكم. هنقول إيه؟ أنا مش عاوز أسترسل عشان أدي فرصة وأسمع الإنسانة الجميلة الدكتورة فاطمة نعوت، الإنسانة الرائعة الشجاعة. فأنا يعني عاوز أديكم الفرصة، وللأستاذ أيمن أيضا، وتفضل حضرتك، ويعني نتكلم تاني يعني طبعا كثير يعني. طبعا خلصتك معنا. أنا مدام فاطمة نعوت اتأخرت علينا، وأنا كنت قلت كلمة كنت نفسي تسمعيها، قلت إن أنا استلهمت روح ماعت ربة الحق والعدل لتتقمص المهندسة فاطمة نعود الكاتبة والشاعرة والمترجمة التي يعلو دائما صوتها بالحق وبشجاعة وبجرأة، تفتح الظلم وتكشف الأكاذيب، تحقق الحق وتعلن مصرية مصر الخالدة. فأهلا بيك يا ماعد. أهلا بيك، وأنا سعيدا يعني، ده شرف كبير ليا جدا أن أنا أكون في معية دكتور وسيم السيسي، وهو يعلم مكانته عندي ومكانته في قلوب كل المصريين الحقيقيين. هو قامة يعني شامخة جدا، تعلمنا حب مصر على يديه حقيقة، حب مصر مش بس الوطن، لكن حب مصر الحضارة، وحب مصر الدولة الوحيدة التي يعني اقترن اسمها بالسفكسولوجي، يعني الدولة الوحيدة التي لها علم باسمها بين دول العالم كلها، ايجيبتولوجي، وهو طبعا يعني احد اهم هذه القناه دكتور وسيم السيسي في علم المصريات. ويعني بالفعل يعني كل كلمه منه هي كانك قريت كتاب، يعني تقرا مقال له كانك قريت 3 4 كتب، يعني في مقال مكثف رفيع الطراز. مصر بخير يا ماعد. وميرسي طبعا على ماعد، يعني دي أجمل كلمة ممكن يعني تنالها يعني امرأة أو إنسان فوق الأرض، إلهة العدل ونحن يعني المصريون يعني أن نصنع أو نتوج للعدل إلهة وإلهة أنثى. هذه لها رسالة ما، لأن المرأة يعني أنا متحيزة طبعا للمرأة من منطلق الأنثوية وليس من المنطلق الفيمينيزم أو النسوية يعني، ولكن هي من منطلق الانتصار للعدل والجمال والخير والنماء والخصوبة إلى آخره. فيعني المصريون هم من توجوا العدالة امرأة وإلهة، فكيف يعني لابد لنا أن نحزن الآن ونحن نرى في على أرض مصر غياب العدل بين أبنائنا يعني. مدام فاطمة أو أنا هقول دكتورة لا أنا هقول ماعد، أنا هقول ماعد خلاص. أنا خلاص إحنا أطلقنا عليكي ماعد، وهنتكلم عن ماعد في نهاية الحلقة مع الدكتور. وأنا مصدق بهذا اللقب يعني. ربنا يخليكي.
هو الدكتور قال كلمة في الآخر أن ميزان العدالة انكسر. كلمة صعبة جدا ووضاع الحق. أنا هسمعك موضوع من الزمن الجميل، أنا كل شوية بجيب يعني بعض المقتطفات من الزمن الجميل. في المنفى وبسبب تصديهم للمحتل كان الوفد المصري مكون من 4 مسلمين واثنين عباط، ومرض مكرم عبيد بالملاريا، وكان هذا المرض معدي وخطير في ذلك الوقت، فحذر الأطباء بعدم الاقتراب إلى مكرم عبيد. لكن نحاس باشا قال إيه؟ أصر رأيه أنه يقترب، وقول لا مش هقترب فقط، ده أنا هقعد وياه ليل ونهار حتى ينال الشفاء. وجاب سرير وقعد جنبه وقال لهم يا جماعة ما تحزنونيش وما ترفضونيش، أنا هكون مع مكرم عبيد، لأن أنا ومكرم روح واحدة، نعيش سوا أو نموت سوا. مين اللي قال كده دكتور؟ مكرم عبيد كان عيان، والنحاس باشا قال هذه الكلمة. النحاس باشا جميل. مرة تانية هسمع حالك بطريقة حلوة. في بيت الأمة مع سعد زغلول كان دايما النحاس باشا ومكرم باشا، مكرم باشا عبيد، كانوا دايما ذراع يمين وذراع يسار للزعيم العظيم الخالد سعد زغلول، اللي ما جابتش مصر زيهم ومش هتجيب، يبدو كده هتجيب ان شاء الله. انا عارف ان مصر ولاده، بس الواحد يعني يقول ايه يا دكتوره. فالمهم انه انتصف الليل والنحاس حب يقوم يروح، فمكرم عبيد راح قايم على طول وتقبض ذراعه، فصحى سعد قال لهم ايه يا جماعه، ده انتوا لو خرجتوا دلوقتي هتتقتلوا، لانه انجلترا فرض الاحكام العرفيه علينا، فاي واحد هيمشي مع واحد تاني هيموتوه. فمكرم عبيد بقى بص له قال له يا زعيمنا، انا والنحاس روح واحده، نموت مع بعض او نعيش مع بعض، ايه رايك يا دكتوره؟ اتفضلي. تمام. واحب افكرك كمان لما مكرم عبيد باشا يعني كون يعني البرلمان، فقيل له يعني في اقباط كتير يا باشا في البرلمان، قال لهم لا ارى اقباطا او مسلمين، ارى مصريين فقط. برافو. يعني كان هذا العصر الحقيقه كان عصرا راقيا وليبراليا ويقبل التعدديه، وده تاريخ مصر من يعني 50 قرنا، يعني فكره التعدديه، مصر هي البوتقه التي نجحت دون الدول الاخرى في احتضان كل ابنائها بصرف النظر عن عقائدهم وكذا. اللي بيحصل دلوقتي الحقيقه هو يعني انا برضه هعتبره عارض، رغم ان هو بقى له 50 سنه من 52 فعلا، واحنا في ازمه يعني ومحاولات كثيره لتفكيك والنسيج الام، لكن برضه اصل 50 سنه في عمر الزمن هي لمحه خاطفه، حتى لو طويله بالنسبه لنا، لكن في النهايه هي لمحه خاطفه فعلا في عمر الزمن. تمام. فانا برضو وطبعا تكثفت ده مع يعني سموم الشرق، انا بحب اسميها الرياح السامه التي هبت علينا من الخليج وشبه الجزيره العربيه والى اخره. هذه عارضه برضو، يعني هقدر اسميها ثابت، هسميها المتحول بتعريف ادونيس، يعني هي حاجات في النهايه عابره يعني. لكن المواطن المصري، الجين المصري نفسه، جين يعني المواطن المصري بطبيعته مدني، بطبيعته متدين، تدين مودرت، تدين محترم، لا يعني متوافق مع الحياه وليس ضدا للحياه. التدين الذي يقتل الحياه لا يعرفه المصري الجنون الاصلي، ولكن ما يحدث الان هو خلينا نسميه يعني زي انفكشن، ما ضربنا سوف نتعافى منه، نتعافى منه باصرار، يعني بتقويه جهاز المناعه بمصطلحات دكتور وسيم. جهاز المناعه يحتاج الى دعم من المسلمين قبل الاقباط، لانهم يعني انا ما بحبش كلمه ماجورتي ومينيورتي والكلام ده، بس بحكم ان يمكن المشاكل تحدث على يد
من يزعمون الانتماء اليه. يعني المشكله عندنا في مصر الحقيقه، واللي بنشوفها في امبابه ونشوفها في صول ونجع حمادي وعد بقى للصبح من اول الكشح الى اخره، كلها يعني مشاكل حدثت من متطرفين يحسبون على الاسلام. وانا بقول ان لما دايما يقولوا لي انت بتدافع عن الاقباط وتدافع مش عارفه وناسي ان في متطرفين اقباط، فالحقيقه بقول له المشكله ان المتطرف القبطي كلما كان متطرفا وشديد التطرف يميل للسلام اكتر، لان دينه يامره بهذا، يامره حتى بتحمل الاضطهاد والترحيب به. يعني الاستشهاديه في 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 المسيحيه هي ان يعني مش عكس الاستشهاديه بقى عند الجهاديين غلاظ القلب اللي هو يعني يروح يفجر نفسه بحزام ناشف، لكن الاستشهادي في إذ كما في عصر الشهداء وكذا وكذا في المسيحيه هي انه يتحمل الشهاده ويسعد بها ويرسم عريسا للسماء في سبيل المسيح الى اخره. هذا هو المتطرف. المتطرف المسيحي يقبل الاضطهاد ويصلي من اجل اعدائه ويصلي من اجل قامعه ويحسن للذين، يعني الايه في الانجيل احسنوا، انا بس مش عايز اغلط في الكوتيشن، باركوا لاعنيكم واحسنوا، يمكن دكتور وسيم يساعدنا فيها، وكمان الى من يسيء اليكم. ايوه، وصلوا لاجل الذين يطردونكم من الارض الى اخره، ويدافع عنكم وانتم تصمتون، وطوبى للحزانه فانهم يتعزون. كل هذه الايات حينما يصبح المرء متطرفا مسيحيا يعتنقها اكثر، هيرحمها، بينما المتطرف المسلم يحمل رشاشا ويحمل قنابل ويحمل يفجر والى اخره. فهي الازمه هنا يعني. فانا بشوف ان الحل الوحيد لهذه، بما ان هؤلاء المتطرفين المسلمين لا يستطيعون تلب او استلهام روح الكور او الاسنس او الكونسبت الداخلي للديانه، فكره الديانه على اطلاقها مش ديانه مسيحيه، فكره الديانه هي التواصل مع خالق هذا الكون، محاوله الوصول الى اعلى درجات الجمال والرقي اللي هي الله، الجمال المطلق. حتى في الديانات البوذيه، مش حتى في الديانات الوضعيه، مش عايزه ابخسها حقها، يعني الديانه البوذيه ديانه راقيه جدا بالمناسبه، رغم انها مش سماويه الى اخره، لكن النيرفانا او الوصول الى التسامي عن نعم سوبريم هابينس نيرفانا، اي بالظبط كده، الوصول، محاوله كلنا نحاول ان نصل الى تخوم يعني جمال الله. فبما ان بعض المتطرفين لا يستطيعون استلهام هذه الروح الكور الاساسيه، كما في الصور المكيه على فكره، يعني ده كمان الصور المدنيه التي ربما يعني بها بعض الشده وهي نزلت ربما في مناسبات خاصه، خلينا في جوهر الدين، الجوهر الدين الاسلامي تجده في الصور المكيه حتى وان كانت هي المنسوخه للاسف، ولكن هذا الجوهر انا ادعو كل مسلم ان يستلم هذه الروح المبشرة الجميلة العذبة الطيبة. إن لم يستطع هذا فلا حل في نظري لهذا هذه المشاحنات سوى المجتمع المدني. المجتمع المدني هو الذي سوف يجعل يعني المسيحي دينه في الكنيسة والمسلم دينه في المسجد، ويخرج كلاهما من دار عبادته مواطنا مصريا، كأنه بلا يعني عقيدته يتركها في بيته او في دار عبادته، ويخرج الى الشارع مواطنا مصريا، يعني لا تحكمه الا حقوق المواطنه وواجبات المواطنه ودوله القانون. يعني هو ده رجائي، وكل ما سعايا في الكتابه وبسعى يعني اظن كل شرفاء مصر هو ده، ان احنا نصل الى هذه المعادله، بما اننا مش عارفين نعمل. انا اذكر دكتوره فاطمه لو تسمح لي بتعليق سريع كده ما ياخدش دقيقه، اذكر يعني هؤلاء المتطرفين الذين دخلوا الى كنيسه امبابه ودمروا لدرجه ان المحافظ بيقول محتاجه 3 اشهر عشان ترميمها، دول انا يعني في تصوري انهم في منتهى البعد عن الاسلام وعن معرفة تاريخ الإسلام. يعني هذه الحاسة التاريخية الصغيرة التي تحمل معاني كبيرة جدا في فتح مكة، ودخلوا عشان يشيلوا الأصنام، كان هناك بعض الصور،
فجم يشيلوا صورة السيد المسيح، وكانت موجودة في الكعبة وصورة السيدة العذراء. الرسول عليه الصلاة والسلام حط إيده على دي وعلى والتانية على دي، وقال إلا هذه وإلا تلك، وظلت الصورتين موجودين في الكعبة إلى أن جاء عمر بن الخطاب وقال لا يكون في الجزيرة دينان بل دين واحد. طب ليه ما بياخدوش يعني عبرة ومثل من هذا التصرف يعني يعني الراقي؟ إلا اذا هم هذه وإلا بيقسموا تلك، نفسهم بالثلاثين، يعني إزاي يقدر يعمل حاجة زي دي؟ يعني حاجة مؤسفة. يعني والغريب مش ده، أنا شغلي يا دكتورة فاطمة يعمل أقول يا ماعت، وأنا يعني أقترح إن بعد كده يعني فساتينك كلها تبقى عليها ريشة ماعت، وهي ريشة العدالة التي كانت توضع. وبالمناسبة دي أنا لم أعرف معنى على رأسه ريشة إلا في مجلس العموم البريطاني، كانوا عاوزين يرفعوا العقوبة عن الأمير فيليب لأنه خالف السرعة المفروضة، وكان سحبوا منه رخصة القيادة 6 أشهر. فكان رئيس المجلس قال not because of feather on his head، ليس لأن هناك ريشة على رأسه. وعرفت أن ريشة العدالة ريشة ماعت، إنما هي على رؤوس الملوك والأمراء والقضاة في إنجلترا. ممتاز ممتاز. المدهش يا دكتور ان هؤلاء وهم يفجرون او يقتلون او يهدمون الكنائس يعني يظنون انهم يقتربون من الله، يعني في بارادوكس، التناقض بين في الامر، يعني كيف تصل الى واهب الحياه عن طريق وأد الحياه؟ يعني هي دي المفارقه او العبث اللي لازم ينتبه له. يعني يا الله واهب الحياه تصل عن طريق وأد حياه احد خلق هذا، يعني هذا كيف؟ يعني وليه ما يعني الحديث النبوي الجميل، من آذى مسيحيا فأنا خصيمه يوم القيامة. يعني وأنا يعني صحيح انها يعني من في ذمتنا ايام بيبقى في مثلا، انما دلوقتي طبعا وطن واحد والاخر، انما لما كان في مسيحيين في الجزيره العربيه ولما زال غساسنه وبني حمير وبني قحطان والاخر، وكان يهود ايضا موجودين، فكان من في ذمة المسلمين من يأذي واحد منهم فالرسول خصمه وخصيمه يوم القيامة. يعني كل اللي بيأذوا المسيحيين دول لازم يعرفوا تماما أن الرسول هو خصيمهم يوم القيامة. مش خايفين من دي؟ يعني ده هو كلام من منطلق ديني اهو. وهيكون الرسول هو هيكون حجيج هؤلاء المسيحيين يوم القيامة، يعني من ينطق عنهم بالحجة إلى آخره. يعني بالفعل احنا في لحظة تعيسة، ولكن هسميها لحظة برضو رغم استطالتها يا دكتور، ويعني بالمستنيرين من امثال حضرتك وهذه القامات الرفيعة العالية، يعني يمكن نقدر ناخد بايدين الناس دول، يعني دول يستحقون الشفقة اكثر بما يستحقون فعلاً العدالة. فعلا فعلا، يعني فعلا لما امير الشعراء قال الجهل لا تحيا عليه جماعة، كيف الحياة على يد عزرائيل؟ يعني ازاي الواحد تكون الحياه على ايدين ملاك الموت؟ برضه يعني الجهل عميهم، يعني ما حاجه مؤسفه. يعني ويعني جريمه يعني اللي كانوا ماسكين البلد ده، يعني بكل اسف خصوصا ال 30 سنه اللي فاتت، ان الشعب ده ولا كان على بالهم، يعني ولا كان يوجعهم قلبهم لعشوائيات، ولا ناس عايشه في القبور، ولا ناس يعني هقول ايه ولا ايه حاجه يعني توجع القلب. ولذلك يا دكتور انا بحب، انا النهارده كنت في قناه تانية على الهواء قلت القضيه دلوقتي لم تعد قضيه مسيحي ومسلم، ما قضيه مصري وغير مصري. من يهدم منشأة مصرية، قلت يعني القصه الان لم تعد مسلم ومسيحي، بل غدت يعني قضيه وطن، يعني مصري وغير مصري. من يهدم منشأة مصرية لا يصح ان يكون مصريا بصرف النظر عن يعني المنشأة دي طبيعتها ايه. يعني انا قلت حتى الشخص الوحيد في الكون المسموح له طبعا مجازا وعبثا يعني ان يهدم منشاه مصريه هو صهيون، هو صهيوني، يعني لان ده هو عدو صريح واضح محدد، اتعامل معه بمنطق العدو واخذ حذري منه بمنطق العدو. لكن ان ياتي احد من ابناء جلدتي ويعني ويكون مخربا لمصر، فكيف اقبله؟ يعني هذا يعني المخرب الذي يخرب منشأة مصرية بصرف النظر عن كونها مسجدا او كنيسة او
للمسلمين والمسيحيين معا. يعني انا ادعو المسلمين انهم يتصدوا لهؤلاء قبل المسيحيين، لان المسيحي بطبيعته وحسب كتابه واتباعه لاخلاق المسيح هو مسالم وكائن غير عنيف، ولا لم يوجد او لا يجيد ادوات مجابهه العنف بالعنف. فانا بدعو يعني المسلمين جميعا ان يتكاتفوا معا ضد هؤلاء، دول اعداء مصر. الان المشكله تخطت ان تكون طائفيه، هي قضيه وطن، هؤلاء ضد مصر. في نقطة يا سيدتي الفاضلة ماعد، في نقطة عايز أسألها. نعم. الكلام نعم. بتاعكم المناقشة دي مناقشة مثمرة رائعة غنية من أروع ما يمكن، سعدت بها وبيسعد بها الجميع. شكراً. أنا مش عايز أقول مسيحي ومسلم دلوقتي، أنا عايز أقول مصريين ومستعربيين. يعني المصريين هم المسلمين، كل المسلمين 90% معتدلين، ومعهم المسيحيين كلهم المعتدلين. أما القسم الثاني الإرهابي السلفي الإخواني الجهادي، أنا أقول مستعربين، لأن هم بيخدموا الأجندة العربية، الأجندة السعودية. فلو إحنا برضو في كتابتنا وتفكيرنا، لو وافق الدكتور والبشمهندسة، أنا أفضل أن الاسم بعد كده نقول المصريين، ان احنا المصريين المتمسكين بمصريتنا مسيحيين ومسلمين العقلاء المعتدلين، اما الاخرين مستعربين. وهذه الكلمه هتستفزهم، وانا عايز استفزهم بهذه الكلمه، رايكم ايه؟ والله انا يا دكتور، والله انا في حياتي ما كتبت في اي مقاله ولا اورالي ولا سفهيا عمري ما قلت جمهوريه مصر العربيه، دايما بقول جمهوريه مصر، لان احنا الحقيقه يعني مصريين، مصر مصريه، وطبعا احنا يعني مفكرين كبار استفاضوا في هذا، ليس مجالنا الان ان احنا نتكلم عنها، لكن عايز اتكلم عن اللحظه الراهنه. اللحظه الراهنه ثوره مصر اربكت العالم العربي كله. تمام. صحيح احنا كنا رقم 2 في الثورات بعد تونس، ولكن عيون العالم العربي كله وعيون العالم باجمع كانت على مصر. كيف ماذا ستفعل مصر؟ مصر موديل يعني انسبيريشن او موديل ملهم للعالم العربي كله. العالم كان يترقب، الشعوب العربيه كانت تترقب ماذا ستصنع مصر لكي يحذو حذوها. فمصر نجحت في ثورتها، او نجحت في الخط، وانا بقول ان الثوره لم تكتمل بعد، يعني اطاحه النظام هي فيرست ستيب، يعني خطوه اولى، لكن امامنا يعني كثير لنفعله. ولكن هذه الخطوه الاولى كانت يترقبها العالم. لو اجهضت الثوره في مصر فورا ستجهض، لم تكن لها ان تستمر في تسلك النار في الهشيم كده في الدول العربيه. هذا ربما الهم الشعوب، لكنه يعني جعل قلوب الرؤساء والملوك في العالم العربي تنسجم هلعا. فكان رد فعلهم انهم يعني انا اظن ان هؤلاء المتطرفين يمولون بقوه الان من الدول التي يعني تخاف ان تلقى، او رؤساء الدول الذين يخافون ان يلقوا مصير مبارك، ولذلك يسعون الى تحقيق الوعيد الذي توعد به مبارك. انا او الفوضى، ان انا تنحيت الان ستعم البلاد الفوضى. هم يسعون بكل قوتهم الى تحقيق هذا الوعيد لكي يرسلون رساله الى شعوبهم، هكذا ستكون، لو تنحينا ستعم الفوضى كما حدث في مصر، وسياكل المصريون المصريين، يتفتت نسيج الدوله الى اخره. فانتبهوا وابقوا على كراسينا. انا يعني عندي حدس يقترب من اليقين ان هؤلاء، يعني انا بكره كلمه اجنده خارجيه، ولم اكره كلمه ادها واثناء الثوره ما كانوا بيقولوا اجنده خارجيه، كنت يعني استصيت غضبا، ولكن الان انا بستعملها بكل اطمئنان ان في اجنده خارجيه بالفعل تحرك هؤلاء المتطرفين الان، وتستخدمهم ايادي قذره وايادي طوله لكي يحققوا يعني نبوءه مبارك ان انا رحلت عامة الفوضى. بس نقطه ثانيه يا دكتوره فاطمه، ان احنا لازم يعني نوضح المسؤوليه فين. يعني جونار ميردال وهو سوشيال وركر عظيم
أراد أن يعرف سبب بؤس وشقاء وتخلف الدول اللي هي بتعاني من هذا كله في كلمات قليلة. وقال أنا عاوز أعمل زي ألبرت أينشتاين لما فتح عالم المادة على عالم الطاقة في نص سطر وقال الطاقة تساوي كتلة في مربع سرعة الضوء، فأنا عاوز أعرف الدول التعبانة دي تعبانة ليه في نص السطر. ففعلا طلع في أقل من نص سطر كلمتين وقال الدولة الرخوة. قالوا له يعني إيه دولة رخوة؟ قال لهم الدولة التي تتراخى وتراخت في تنفيذ القانون. قالوا له يعني إيه؟ قال لهم يعني غياب سيادة القانون. قالوا له يعني إيه؟ قال لهم يعني عدد القضايا كبير جدا بالنسبة لعدد السكان، ودي يعني عندنا متوفرة قوي 18 مليون قضية. قال لهم سرعة البت في الأحكام بطيء جدا جدا جدا. قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام النهائية عاجزة جدا جدا جدا، ويكفي أن عندنا 3 مليون قضية حكم نهائي الدولة عاجزة عن تنفيذها. سيادة القانون هذه هي الكارثة وراء كل شيء. يعني أنا ما فهمش الموقف الحيادي للقوات المسلحة على سبيل المثال، لما بتشوف بلد بتحترق، سمعتها بتحترق، اقتصادها بيحترق، وإيديها مش عاوزة تلوثها بدماء. لا دماء إيه؟ دي دماء مجرمين. أنا يعني أنت عارف الكلام الإنشاء أنا ما أحبوش، إنما أنا أذكر لك حادثة بسيطة جدا تورينا القوات المسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية في حادثة اسمها حادثة أركانسو عملت إيه. أركانسو ولاية فيها رجل أسود اسمه مستر براون، وبالمناسبة دي موجودة في الأدبيات كلها حتى الإنسايكلوبيديا الأمريكان أي حد يقدر يرجع لها. مستر براون عنده بنتين سود، حب يدخلهم مدرسة للبيض، نظر المدرسة قال له This school is for cream of the cream، هذه المدرسة لبيض البيض خلاصة الخلاصة سميها زي ما تسميها. راح اشتكى للمحافظ، المحافظ قال له ما تحاولش. راح للمحامي قال له الدستور ما يفرقش اسود وابيض اي حاجة. رفع قضية كسبها، استأنفت المدرسة حكم نهائي ان البنتين يدخلوا المدرسة. راح للناظر، الناظر قال له on my dead body body على جثتي. فالمحامي قال له لما يبقى في حكم نهائي ولم ينفذ من حقك مقابلة رئيس الدولة the president. شوف بقى إلى أي مدى. فقابله رئيس الدولة I think it can President Truman. المحامي ومستر براون خد أوراق القضية قال لهم طب تفضلوا أنتوا. أصدر البيت الأبيض أمرا بدخول البنتين المدرسة. فالناظر والمحافظ هيجننوا، فراحوا عاملين خيبة زي الخيبة اللي احنا فيها دايان ما بين السود والبيض والشغب ومش عارف ايه وايه وايه. والتمسوا الناظر والمحافظ من البيت الأبيض تأجيل دخول البنتين إلى المدرسة للعام الدراسي القادم حتى يستتب الأمر وتعود المياه إلى مجاريها. والكلام إيه هذا كله؟ إلى هنا قصة عادية جدا، إنما اللي جاي بقى يوريك إنها مش عادية، ويوريك الفرق بين أمريكا والصومال. إيه اللي حصل؟ أعلن البيت الأبيض إن أركانسو إنما هي ولاية في حالة عصيان مدني، أحطها بالبحرية الأمريكية وضربت، وألقي القبض على الناظر والمحافظ لأنهما امتنع عن تنفيذ حكم نهائي، والاثنين في ظرف أسبوع كل واحد 10 سنوات سجن، ودخلوا البنتين المدرسة في رعاية القوات الأمريكية. هذه دولة تستحق أن تضع علمها على سطح القمر رغم تحفظي الشديد على سياساتها الخارجية مع الشعوب إياه دهيا، إنما لها من نظام الحكم الداخلي ما ننحني لها إعجابا. هنا مفروض القوات المسلحة المصرية حين ترى هذا الوطن في حالة خطر، فيش حاجة اسمها نظرة حيادية ولا نظرة بتفرج ولا بتاع، دي بلد بتضيع، دي بلد بتحترق،
يبقى في الحالة دي لازم أن تتدخل وتتدخل بعنف بحيث أن يستتب الأمر هنا سيادة القانون، وإلا الناس بتطمع فينا، واللي بيحصل بقى شعب جريح وشعب مش عارف إيه والكلام إيه ده كله، شعب مجروح من هذه السياسة اللي هي بتطبطب على هؤلاء المتطرفين والمنحرفين. المهم يعني دي قصة أنا حبيت أحكيها لكم. أنا شايف أن أيمن عبد الرسول لغاية الوقت ما سمعناش صوته. أستأذنكم أن نطلع فاصل ونرجع ونكون معانا الكلام الجميل الحلو، والكلام الحلو ده بيخلينا مش عايزين أبدا تخلص الحلقة. شكرا لكم مؤقتا ونرجع مع بعض. أوكي. شكرا. أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعطيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها، والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعطيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم. مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معنا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. أهلا بكم مرة ثانية، ومرات بالمئات والألاف نشوفكم على طول، نتمتع بيكم وتتمتع بيكم مصر كلها، وشعب مصر يحب ان يسمعكم بصفه مستمره، لان انتم القياده والرياده، انتم المسكين بايدينا وتقودنا في موقف النصره. موقف النصره محتاجين الى قيادات والى فكر والى ارشاد. انا بعتبركم فعلا انتم المسكين بالانوار اللي تقودونا في ظلمات الجهل والحقد والكراهيه. كنت بتكلم مع الدكتورة والبشمهندسة فاطمة ماعت، بقول لها أنا يعني مضطرب وخايف إن مصر تضيع. قالت لا، مصر مش هتضيع أبدا،
مصر هتحتوي الكل وما حد يقدر يحتويها. تمام. افتكرت الكلمة المأثورة الجميلة اللي قالها مايكل رايس، أن الذي جعل من مصر مصرا أنها تمكنت من احتواء الكل، ولكن لم يستطع أحد أن يحتويها. كانت دائما الأغنى والأعمق حضاريا والأكثر ثباتا وأيضا الأوسع صدرا. لم تأتي مصر من فراغ، ولم تكن وليدة صدفة أو مجرد لحظة إبداع، ولكنها كانت بناء فلسفيا جعل من الوطن فكرة ينتصر بها الفرد على هشاشته وعمره الموقوت، ويتصالح بها مع حتمية نهايته من خلال دوام واستمرار هذا الوطن. كيف نفعل هذا الكلام الجميل بتاع سعادتك ومدام نعود؟ كيف نفعله في مصر؟ يعني تأكيدا لكلام حضرتك أن ستامب قال المشكلة في الاستيلاء على مصر ليس في غزوها بل في الوصول إليها. فنادرا ما تجد شعبا متماثلا ومتماسكا متماثلا في صفاته الخارجية بل في طباعه وأخلاقه ومزاجه مثل الشعب المصري. وقال أيضا أن رغم الغزوات الكثيرة التي مرت على مصر بداية بالأشوريين ثم اليونان ثم الرومان ثم العرب ثم الأتراك العثمانيين والأيوبيين والفاطميين وكل ده، إلا أنه لم يكن تغييرا في شخصية مصر بقدر ما كان تغييرا في الحكام. وهذا صحيح، ولكن الملاحظ أن العصور الذهبية لمصر هي حين تكون متماسكة، قلب واحد ويد واحدة. الشيء الجميل الذي يؤكد أنه شعب واحد، العلم جاء يؤيد ما قاله ستامب في أنه شعب متماثل من ناحية الشكل الخارجي والمزاج والطباع. الذي أكد هذا هو مارغريت كاندل، عملت بحث رائع وعظيم، هي عالمة من علماء الجينيتكس، والبحث بتاعها من سنة 1994 ل 1999، 5 سنوات في هذا البحث، بتقول خدت 3 cultural shocks، 3 صدمات حضارية غيرت مفهومي كل واحدة عن الثانية. كانت فاكرة أن الصدمة الأولى كانت بالنسبة للألمان، كانت فاكرة زي ما هتلر بيقول الجنس الآري وأنه جنس واحد، فاتضح أن الضفائر الجينية مختلفة اختلافا كبيرا في كل منطقة من ألمانيا. اللطمة الثانية أو الشوك الكالتشر شوك الثانية كانت مع اليهود، كانت برضو فاكرة كذلك أن هم جنس واحد وجينات واحدة. اتضح ان اليهود اللي عايشين في روسيا زي الروس من ناحيه فصائل الدم ومن ناحيه الضفائر الجينيه، واللي في انجلترا كذلك واللي في امريكا كذلك، فاذا ليس هناك وحده. الصدمه الثالثه او الكالتشر شوك الثالثه اللي خدتها، بتقول جمعت عينات في مصر من اسوان الى الاسكندريه، من الصحراء الغربيه الى الشرقيه، من النجوع والقرى والمدن والكفور، حتى من عيادات الاطباء. والصدمة التي لم أكن أتوقعها أن الضفائر الجينية بين المسلمين والمسيحيين متشابهة ومتماثلة في 97% من الحالات. 97% الضفائر الجينية واحدة بين المسلم. يا دكتورنا العظيم، عيد العبارة تاني عشان اللي ما سمعش يسمعها تاني، إذا سمح عيدها تاني عشان يعرفوا إن إحنا واحد. عالمة جينات خدت 3 صدمات بالنسبة للألمان واليهود والمصريين. اليهود الضفائر الجينية مختلفة تماما منطقة عن منطقة، اليهود أيضا كذلك، يهود إنجلترا غير روسيا غير أمريكا. المصريون لما خدت عينات
من أسوان للأسكندرية، من الصحراء الشرقية للغربية، من كافة المدن والقرى والنجوع والكفور، حتى من عيادات الأطباء. كانت الصدمة الكبيرة الغريبة ألا وهي أن الضفائر الجينية للمسلمين والمسيحيين واحدة. 97% 97% من الحالات شعب واحد من الناحية البيولوجية. وأكدت كلام ستامب أنك لا يمكن أن تجد شعبا متماثلا في صفاته وطباعه ومزاجه مثل الشعب المصري. وهذه هي الصعوبة، أن التغلب على مصر لا يمكن يتغلب عليها إلا اللي بيعملوا الأجندة الإسرائيلية، تفتيت هذا الشعب. كل واحد بيدمر في هذا البلد، بيحرق كنيسة، بيهاجم قبطي، بيهاجم بتاع، ده صهيوني، إنسان صهيوني، لأنه يعمل للأجندة الصهيونية، يعمل لحساب أودينون، يعمل لحساب عاموس يدلين. ومش هعيد تاني اللي قاله أودينون في أن قوة إسرائيل في تفتيتها مصر وليس في سلاحها النووي، لأن إذا استخدمت هذا السلاح سيعود على إسرائيل هذا الغبار الذري ويدمرها. فيا أنتم مش يا مصريين، دول مش مصريين، دول سكان مصر. فرق بين المصري وساكني مصر. المصري هو من يحب مصر، المصري هو اللي عارف ده بيته اتولد فيه وهيموت فيه، إنما دول بيعاملوا مصر على إنها فندق يقدر يسيبه في أي وقت، يبيعه في أي وقت، يحرقه في أي وقت. تمام. فدول ساكني مصر ودول صهاينة، دول بيعملوا للأجندة الصهيونية اللي ما خباش أودينون صراحة، وقال قوة إسرائيل في تفتيت مصر والعراق وإيران. فناقص إيه؟ ليه الجهل ده؟ ليه؟ ما بياخدوش عبرة ومثل من محي الدين ابن عربي المتصوف الأندلسي في كتابه الرائع الفتوحات المكية، حين يقول: قد كنت قبل الآن أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فأصبح قلبي قابلا لكل ملة، فدير لرهبان ومرعى لغزلاني، وهيكل أصنام وكعبة طائف، وإنجيل توراة ومصحف قرآن، أدين بحبي أن توجهت كتائبه، فالحب ديني وإيماني. ما بتعلموش، ما بيقروش. أكثر من رائع، أكثر من رائع. بس برضو في تعليق، في نقطة سعادتك معرفش أصدت أن تنساها. هو أجندة صهيونية ومباركة أمريكية، وبتمويل من؟ سعودي طبعا. برافو. إيه؟ برافو. وما هم مش عارفين ان ده هينقلب عليهم تاني، ما هم نفسهم بيعانوا منه. ملك فيصل عانى منه، من السلفيين دول. تمام. ولما عزمهم عنده طلعوا ملقوش العربيات بتاعتهم، قالوا فين عربياتنا؟ طال عمرك. قال لهم: هو السلف الصالح كان بيستخدم عربيات؟ راحوا بيوتهم ملقوش بيوت، لقوا خيم. ايه ده؟ قال لهم: السلف الصالح ما كانش بيقعد في بيو في القصور اللي انتوا فيها دي. خدوا الدرس. برضو ملك عبد الله اراد تحديث المملكه وعمل جامعه وفيها الجنسين، اتقلبت الدنيا. مش قادرين يفهموا ان ده بياكل الاخضر واليابس. تمام تمام. معروف بن باز برضو لما طلع بالفتوى بتاعته كانت ضد اسرائيل، والملك فهد جابه وقال له: يا بن باز انت على راسنا من فوق. قال له: طال عمرك. قال له: بس اذا هزينا راسنا وقعت. تاني يوم فتوى تانية يلغي بيها الفتوى الاولانية وجابتها روزا اليوسف دي مع دي. حاجة مؤسفة يعني. هقول ايه؟ انما يجب ان احنا يعني احنا القيادة السياسية عندنا يجب ان تكون قوية، يجب أن يكون القانون له أنياب ومخالب، يجب. ده جمال حمدان في كتابه العظيم ده يقول إيه: صعب على أي تطرف إلا إذا كان الحاكم ضعيفا
أن يجد بيئته في مصر. ليه؟ لأنه صعب على أي واحد خارج عن القانون أن يبتعد كثيرا عن قبضة الحاكم، لأن مصر ليس فيها وهاد ولا جبال ولا كهوف يختبئ فيها الخارج عن القانون، لأن مصر كنيل وكوادي تحيطه شرنقة شاسعة من الرمال يهلك فيها أي واحد خارج عن القانون. هيهرب يروح فين؟ أيام ما كانوا المتطرفين دول ويستخبوا في الدرة والقصب، راحوا الدرة والقصب شالوا كيل مسكوهم. مش صعب، مش صعب، إنما إحنا عاوزين الحاكم القوي. يعني عبد الناصر صحيح له إنجازاته وله انتكاساته، إنما ما فيش حد يختلف على أنه كان رجل دولة قوي، statesman، وهذا هو ما نريده، رجل دولة قوي. وما إحناش عاوزين قوي يعني يفتك بالناس، لا، طبق القانون، ليكن للقانون سيادة، والكل عارف في أثناء الحرب العالمية الثانية لما قاضي أمر بإيقاف التدريبات العسكرية، تشرشل قال ينفذ أمر القاضي لألا يقال أن هناك قاضي في إنجلترا أصدر أمرا ولم ينفذ. كان عندي قاضي في عيادتي من يومين يقول لي بنظر الأحكام وبشوف نظرة الاستهزاء والسخرية في عين اللي عليه الحكم، لأن عارف أنه مش هيتنفذ، من قاضي وقاضي صغير 35 سنة. هتقول إيه؟ Yeah. إذا كان القضاء بهذا الشكل، وإذا كان القضاء بهذا الشكل، والعيب مش عليه، العيب على تراخي الدولة في تنفيذ الأحكام. ومن هنا كان جونار ميردال يسميها سبب الكوارث دي كلها الدولة الرخوة. شكرا. ماعت، مدام فاطمة، في كتاب كان كتبه الدكتور مصطفى مصطفى الفقي، هو كان الكتاب ده عبارة عن رسالة دكتوراه قدمها في لندن، والرسالة حقيقة الكتاب ده يعني حلو جدا، وأتمنى أن كل واحد يقراه. باسم الأقباط في السياسة المصرية، وقدم الكتاب طارق البشري. وانتم عارفين جميعا طارق البشري وميوله وافكاره ومقالاته، وانه مضاد للفكر الحر، ويعني مش عايز اقول انه هو يكره للاسف شديد الاقباط. فبيقول في المقدمه بتاعته، في نهايه المقدمه وقاعد يزيد ويعيد عليها، بيقول يبدو لي من هذه الدراسه، دراسه مصطفى الفقي، ان العلمانيه هي الوعاء اللازم لتقرير المساواة بين المسلمين والأقباط. وقعد بقى يزيد ويعيد ويشرح ويصب كل همه أو كل فكره في العلمانية الوحيدة اللي تقدر تخلص مصر. النهاردة بيقول دينية أو مرجعية دينية. رأي سعادتك إيه؟ قبل ما أعلق على يعني تناقض كلامه، عاوزة بس أؤكد على نقطتين في كلام دكتور وسيم. طبعا غياب دولة القانون وغياب سيادة القانون هو السبب في ما نحن فيه الآن، والمصطلح الصحيح الدولة الرخوة. يعني أنا بعد ما ظلوا يهدمون الكنيسة على مدى 22 ساعة تحت مرأة ومسمع من شعب مصر والعالم، ولدينا فيديو يحمل وجوههم وملامحهم وأسماءهم، لأنهم كانوا ينادون على بعضهم البعض وهم يهدمون الكنيسة في المعاول وكذا، حينما لم يتم توقيفهم فورا وقبض والقبض عليهم، واستبدلت الحكومة بالقبض عليهم مجرد إعادة بناء الكنيسة على أجمل ما يكون، رائع، والجيش عمل جهد جميل جدا، ولكن أنا ظللت غير سعيدة وأقول أين توقيف الجناة. وقتها أنا قلت سوف تهدم كنيسة كل يوم. لماذا لا تهدم كنيسة كل يوم؟ ومقالي امبارح في المصري اليوم عنوانه مصر بلا كنائس، هذا أفضل جدا، لأن عدم توقيف الجاني فورا والقصاص منه فورا يعد بمزيد من الجرائم.
دي النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني عايزة أؤكد على المقطع الجميل الخاص بابن عربي أدين بدين الحب بعدة أبيات لأحمد شوقي حينما قال: عهدتنا والخبط إلا أمة الأرض واحدة تروم مرامة، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام، هذه ربوعهم وتلك ربوعنا متقابلين نعالج الأيام، هذه قبورهم وتلك قبورنا متجاورين جماجم وعظاما، الدين للبيان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام. يا رائع رائع عليك دكتورة فاطمة، رائع رائع طبعا 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 جميلة. بالنسبة للتناقض تغيير أقوال السيد طارق البشري، الحقيقة احنا اعتدنا على فكرة غسيل الكلام بقى، خلينا نقول هذا، ننحت هذا المصطلح، إذا كان في غسيل أموال خلينا نقول في غسيل آراء أو غسيل تصريحات أو كذا. أنا الحقيقة يعني مع التغير إلى الإيجابي حتى يعني، لكن التغير السلبي رفضة، يعني إذا كان لشخص رأي ما وغيره سلبيا وكان سلبي وغيره إلى رأي إيجابي أعتبره يعني اعتذار عما فات. ولذلك مقال النهاردة في اليوم السابع هو صدق أو لا تصدق، هو شكر لدكتور سليم العوض لأن على استناراته، شكرا دكتور سليم العوا على استنارتك، لأن الحوار الأخير مع يسري فودة كان أكثر من رائع، وتراجع عن تصريحاته التي أشعلت مصر من أن بالكنائس أسلحة وأسودا وإلى آخره، في حواره عاد للليبرالية تعريفها الصحيح بعدما شوهها المدعو الشيخ حازم شومان وقال الليبرالية يعني أمك تمشي من غير حجاب، يعني مفيش لازم تسيبش يا حبيبي كلام، يعني واحد يعني يخجل انه يعيده. ولكن دكتور سليم العوا اعاد تعريف الليبرالية كما يعرفها كل صبي يستطيع ان يعني يفتح قاموس او معجم ويطلع معنى الليبرالية، اعاد تصليح كثير من المغالطات التي فيها شومان حازم شومان ويوسف يعقوب صاحب غزوة الصناديق إلى آخره. ولذلك أنا رأيت أن أشكره في مقالة لتغييره الإيجابي، لأنه غير تصريحاته على نحو الإيجابي، واعتبرت وقلت في نهاية المقال سأعتبر هذه الحلقة من برنامج آخر الكلام وتصريحاتك الرفيقة المحبة لأقباط مصر بمثابة الاعتذار المحمود لأبناء وطنك من الشعب المسيحي. أن يغير يعني برضو يعقوب لما طلع الغزوة الصناديق وتفضلوا روحوا على كندا وإلى آخره وخلاص، الدين الصناديق قالت للدين نعم، يعني أي هراء يعني. وبعد هذا خرج ليقول كنت أمزح وهذه مزحة إلى آخره. إحنا نحن اعتادنا، كان في واحد امبارح على النت شفناه بيقول ما نبقاش رجالة لو ما حرقناش كل كنايس مصر، كل كنايس امبارح، بعد لما وشتأ وقال ألفاظ نابية في حق رجل دين ورجل فكر عظيم هو البابا شنودة، قال كلام سخيف جدا جدا. بعد لما لقى الهجوم عليه من مسلمين ومسيحيين، المسلمين هاجموه أكثر، طلع قال لا أنا ما قلتش كده وأنا وسحب كلامه. أنا فكرة تغيير الكلام دي وتغسيل الكلام ده الظاهر فكرة يعني سلفية ومتطرفة إلى آخره، بس هنا في الحالة دي عندنا تغير سلبي. يعني دكتور البشري كان يرى أن العلمانية في العلمانية كان يرى في العلمانية الحل لإنقاذ الوطن، والآن يرون ربما أن العلمانية كفر وإلحاد إلى آخره. والعلمانية ببساطة كما يعلمها الجميع هي فصل الدين عن الدولة، الدين لله والوطن للجميع، وقالها المسيح قبل 2000 عام، ما لقيصر وما لله لله، وثورة 19 أديت الدين لله والوطن للجميع. وكل وأوروبا نفسها لم تخرج من كبوتها وظلامها حينما يعني كفر ديكارت وأجبر على إخفاء كتاب مهم اسمه الكتاب، حينما رأى أن جاليليو سوف يعدم لأنه قال أن الأرض تدور حول الشمس وكانوا يظنون أن الأرض هي مركز الكون، يعني خاف على نفسه ديكارت وأخفى كتابه المهم. أوروبا لم تنجو وتصبح أوروبا اللي هي
مصباح او مقبس او مشعل النور في العالم كله الا بعدما فصلت الدين عن الكنيسه، الدين عن الدوله. نحن يعني احنا بدانا يعني كنا نسمع هذا في بدايه القرن الماضي في مصر، يعني لذلك كنا في الاستماره بمكان، لذلك ان يخرج كاتب يكتب مقالة عنوانها لماذا أنا ملحد ولم يهدر دمه، فرد عليه كاتب آخر يقول لماذا أنا مؤمن، كلاهما يعني هذا مقال وهذا مقال، والحجة كما قال ابن رشد لا الرأي لا يحاججه إلا الرأي مش الدم وسفك الدماء إلى آخره. فتغيير طارق البشري كلامه من الإيجابية إلى السلب يعني حاجة طبعا تحزن، لأن الناس عادة يعني في مسار حياتهم يتحولون من الضراب إلى النور، يتحولون من الظن لامتلاك اليقين. على فكرة من أخطر ما يكون أن تظن أنك تمتلك اليقين، ولذلك دائما رحلة المفكرين تبدأ من مش عايز أقول الإيمان بمعنى الدين، ولكن الشعور باليقين إلى الشعور بالشك، لأن يعني من أنت ومن أنا ومن كل البشرية حتى يظن أحدنا أنه امتلك اليقين. تظل دائما تشكك في رأيك وتقول الحق بعيدة جدا جدا لا يعلمها إلا الله. مثل الإمام الشافعي يقول لك رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، مين يعرف مين الصح ومين الخطأ؟ فلنتهذب قليلا ونتواضع أمام حقيقة تقول أن الحقيقة بعيدة والشمس. نحن جميعنا كل البشر والأنبياء والمفكرون والعلماء والفلاسفة يسعون نحو الحقيقة، ولكن لم يزعم أحد أنه شارفها يمتلك الحقيقة. لذلك الأقوال السؤدودية دي اللي فيها صلف يعني تطاول هي تنم فورا عن الغباء وتنم فورا عن الجهل، لأن الذي يقول أنا أعلم هو بالضرورة لا يعلم، بالضرورة كده خلاص مبدئيا يعني. وعلى فكرة دكتور في كتابه في هذه الرسالة قال جملة جميلة ليتنا نتمثلها، كل مسلم راهن هو سلف لقبطي. يعني أنا ما أعرفش، أنا دايما أقول لابني مازن إيه، أقول له يا مازن مصر طلعت قبطية 6 قرون كاملة يتكلمون القبطية ويدينون بالمسيحية. انت او انا ما اعرفش دلوقتي احنا اصلنا، هل احنا عرب جينا مع عمرو بن العاص؟ اذا لا نملك يعني حق المواطنه في هذه البلد. او احنا كنا جدنا مسيحي فقير لم يستطع دفع الجزيه فاسلم، او مسيحي ضعيف الايمان تحول عن دينه. انت مصريه حقا، انت مصريه حقا لا غش فيكي، اخلاقك وافكارك وتصرفاتك تدل على مصريتك. أشكرك. أنا حبيت أعلم مازن ابني فكرة يعني أن نتواضع أمام أقباط مصر، لأنهم هم المصريون الجنون المنحدرون رأسا من الفراعنة، لا شك فيهم ولا شك في دينهم وعرقهم. فكيف يأتي حين على الظهر، حين تعيس على الظهر، يعني يصبح المواطن الأصلي الجنون صاحب البلد مواطنا من الدرجة الثانية، وتهدم دار عبادته ويعطل في الوظائف وفي الترقيات ويعامل هذه المعاملة. هذا عبث لم يكتبه صامويل باتيت، يعني يفوق مسرح العبث بتاع هارولد بينتر. فأنا عايز أقول بس إن إحنا لازم ننتبه، كل مسلم مصري راهن هو سلف بشكل أو بآخر لقبطي. فكيف يعادي السلف الخلف، وكيف يعادي السلف، وكيف يهدمون الأبناء دور عبادة آبائهم وأجدادهم؟ يعني فيها مش عايز أقول غلظة بقى، فيها غباء الحقيقة، فيها نوع من أنواع الإيه يعني العقوق والغباء وانعدام الأدب والتهذب. يعني أنا بشكرك جدا سيدتي أم حد وسيدتي ماعت. هو فاضل للأسف الشديد لحظات أو دقائق بسيطة على نهاية البرنامج. بيقول لي المخرج ان جت مكالمات كتيرة جدا، وبيقولوا احنا عايزين هذا الثنائي العظيم يتكرر كل مرة. كل مرة ازاي؟ مش عارف يعني، انتوا عايزينكم على طول.
فبيقول انا ما عنديش مانع بس تكون معايا دكتوره فاطمه، تكون ماعت معايا. طب ايه رايك يا ماعت؟ انت عارف يعني الشيء المؤسف ان واحد زي السيد عمرو موسى في احد خطبه الانتخابيه يقول لن يعود فرعون مره ثانيه الى مصر. ده دليل على ان ليس له درايه بالتاريخ المصري القديم. كلمه فرعون من برع، وبر يعني بيت، وعا يعني العالي، فبرع معناها البيت العالي، هي مكان الملك. لا يعلم ان مصر كان بها 557 ملك، منهم 78 ملك هكسوسي، وان كان الملوك المصريون كل سنه يذهبون الى معبد ماعت حتى يقدمون امامها اقرارا بانهم كانوا مع الشعب بالعداله. لا يعلم السيد عمرو موسى ان في خطبه العرش للملك وفي اي خطاب للملك لكبير الوزراء اللي هو رئيس الوزراء دلوقتي كان يقول له اعلم ان الماء والهواء سينقلان الي كل ما تفعل في الخفاء، ليكن براسك ماعت هي التي امامك. لا يمكن حضاره تستمر 5000 سنه ما لم تقم على العداله. الظلم لا يقيم حضاره على الاطلاق. فكانت ماعت هي دياء، يعني مطران خليل مطران بكل اسف بنفس الفكر الجاهل عن الحضاره المصريه العظيمه دي. أيوة. يقول لو مظالم الفراعنه كتبت على الرخام الابيض لاسود من كثره مظالمهم. يا سلام. يرد عليه امير الشعراء هذا الرجل العظيم ويقول زعموا انها زعموا انها معابد شيدت بيد البغي ملؤها ظلماء، أين كان القضاء والعدل والحكمة والرأي والنهى والذكاء؟ إذا كان غير ما أتوه فخار فأنا منك يا فخار براء. لازم كانش إحنا نفخر بما تركه لنا هؤلاء العظماء. وبعدين أقول لك حاجة بقى أخيرا، نعمل لها حلقة تانية إن شاء الله. ما من كلمة واحدة في المسيحية أو اليهودية أو الإسلام لم تكن في العقيدة المصرية القديمة. ويكفي أن كلمة دين كلمة مصرية قديمة جاءت من دي، ودي معناها خمسة، ودين كلمة مصرية معناها العقيدة الخماسية. تحب وكانت العقيدة الخماسية تقوم على التوحيد، وأي واحد يروح لمعبد أناس في سقارة يجد مكتوب ينق نيتر وع وع خبر دس أف ننس نو أف، أنا الإله واحد أحد موجد نفسي بنفسي ليس لي كفوا أحد. تعيش يا دكتور. لا مؤاخذة دكتور، الوقت الوقت أسف بينا. قديمة. لا مؤاخذة دكتور، الوقت أسف بينا. فاضل يعني لحظات. أنت هتحب البرنامج اللي جاي. في مرة أخرى. إن هي شاء الله. الحلقة اللي جاية باسم عنوانها إيه؟ إيه العنوان؟ الجذور المصرية في العقائد السماوية. الله. طيب إحنا يمكن الأسبوع اللي جاي بس في موضوع تاني. لا طبعًا لا. الأسبوع اللي بعدين هنكون هنتفق برضو مع الدكتور. على فكرة الدكتورة مرفت عبد الناصر عايزة تتكلم معانا في موضوع ماعت. فنبقى في فرصة عظيمة وجميلة نحن نتفق مع بعض ونتقابل جميعا مع بعض إن شاء الله. أنا بشكر سعادتك يا دكتور، أنت شرفتنا، نورتنا، باركتنا، فرحتنا. مهما أقول من كلام مش هيعطي أبدا حق من حق سعادتك، لأنك يخليك. أنت أرفع وأرقى من أي كلمة أقولها. ربنا أطال الله شكرا. عمرك وبارك حياتك شكرا. وأذكر كثير كثيرا مدام ماعت، مدام فاطمة، وأرجو جميل. لها كل سعادة وكل فرح. بس سعادتك قلت حاجة لماعت أنا هركز عليها، إن تظهر بعد كده هو في المجالات والمناسبات، خصوصا رايحة كندا قريب، تضع ريشة بين زهرتين لوتس، زهرة أنت مقدمها وزهرة أنا مقدمها، يعني هذا المنظر أنا عايزه الجميل، وتعمل زي ما عملت نبوية موسى والسير فهمي وهلما جرى. أشكركم جميعا وأتمنى لكم ليلة سعيدة. شكرا جزيلا.
وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكآمة عند التحدي.